تعتبر تطوير الهيدروجين الأخضر من بين الأهداف الأولية للحكومة الجزائرية، حيث تهدف إلى جعله ناقلاً استراتيجياً احتراماً منها لالتزاماتها المناخية وبرنامجها من حيث الانتقال الطاقوي. نحن على قناعة بأن بلدنا تتمتع بميزات هامة تؤهلها لأن تصبح رائداً إقليمياً رئيسياً في هذا المجال، ولا سيما بفضل إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وشبكة نقل واسعة للكهرباء والغاز وقدرات كبيرة من وحدات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى توفرها إلى الأتربة والمعادن النادرة.